النادي الأهلي بيضيع أسهل فوز على بيراميدز منذ لقاءاتهم مع بعض، منذ يعني في الثلاث مواسم الأخيرة ده كان أسهل فوز ممكن يحققه النادي الأهلي على نادي بيراميدز. النادي الأهلي ضيع الفوز في الدقيقة 93 بخطأ فادح مشترك ما بين دفاع النادي الأهلي ومحمد الشناوي لما اتلخبطوا في الكورة، ووصلت للشكل الأكيد اللي كلنا شفناه، وقدر نادي بيراميدز انه يخطف نقطة التعادل. مباراة كانت غريبة في أحداثها منذ الدقيقة الأولى لغاية الدقيقة الأخيرة، كم هائل من الفرص. النادي الأهلي بيضيع ركلة جزاء ضيعها علي معلول، حالة طرد لنبيل دونجا لاعب نادي بيراميدز في الشوط الأول، عملت يعني كان المفروض طبعا حالة طرد مستحقة، بس كان في واحدة قبلها المفروض كان الحكم حسبها. مباراة كلها أحداث غريبة وعجيبة، ومحدش كان ممكن يتوقع أن النادي الأهلي يفنش المباراة بالخطأ العجيب اللي شفناه. طيب نادي بيراميدز طبعا دخل المباراة بعد تغيير جهاز فني جديد، أروى بارينا المدير الفني السابق الأرجنتيني ماشي، جه اليوناني تاكيس جونياس، وتاكيس ما كانش عنده الوقت الكافي ان هو يطبق الطريقه بتاعته، لكن هو لعب بنفس الفرقه اللي كانت بتلعب مباراتي الرجاء في نصف نهائي الكونفدراليه، وما حبش يعمل اي تغييرات كبيره جدا باستثناء يعني دخول ابراهيم حسن ربما منذ بدايه المباراه، وهنتكلم كتير في التحليل النهارده على ابراهيم حسن. النادي الاهلي على الجانب الاخر برضو بيتسو موسيماني كمل على طريقه الاربعه 3 2 1 من البدايه، ولعب بثلاثه في خط الوسط ديانج وعمر السوليه وحمدي فتحي، وكان برضه حابب ان هو يزود في خط الوسط على حساب احد الاجنحه الهجوميه، وحط طاهر محمد طاهر وقفشه ورا محمد شريف المهاجم الرئيسي. بدايه المباراه بدايه قويه جدا من النادي الاهلي، وقدر كان واضح جدا النادي الاهلي بيحاول ان هو يضغط لعيبه نادي بيراميدز بالضغط العالي، وشفنا لعيبه النادي الاهلي بيحاولوا يغلطوا لعيبه نادي بيراميدز اللي كانوا بيحاولوا يطلعوا بالكوره من نص ملعبهم، وشفنا النادي الاهلي بيقدر يخطف كرات كتيره منها واحده اتحولت لهجمه لطاهر محمد طاهر، طبعا كانت داخل منطقه الجزاء فرصه سهله جدا جدا جدا، كان هو ما قدرش يتعامل معاها بالشكل الجيد وضيع الكوره. مع وصول الدقيقة 15 بدأوا لعيبة نادي بيراميدز يعني رجليهم زي الناس بتقول ايه تقف في أرض الملعب، كان واضح جدا لعيبة عندها مشكلة في الثقة في بداية المباراة، وبدأت الثقة تيجي يعني ستيب باي ستيب بمرور الوقت، وشفنا لعيبة نادي بيراميدز بيحاولوا يلعبوا الكورة على الأرض. ولكن تاني فكرة وجود إبراهيم عادل كمهاجم وهمي، ان هو طبعا ده مش مركزه، بس اروى بارينا لعبه في المركز ده في ماتشين الرجاء، اللي هو طبعا كان مش عايز يكرر الهزيمتين اللي حصلوه في دور المجموعات، والفريق كمل بطريقتين. ابراهيم عادل ما يقدرش يعمل الدور ده، عشان كده في الشوط الاول بوجود ثلاث لاعبين من نادي الاهلي في نص الملعب مع وجود دفاع متقدم الى حد ما، ابراهيم عادل فشل تماما ان هو يجد المساحه الكافيه عشان يتحرك او حتى يهدد، وعشان كده شفنا تحركات ابراهيم عادل كلها معظمها في خط الوسط، حتى الفاولات اللي اتعملت عليه او هو اللي عملها كلها اتعملت فيه تقريبا بالقرب من منتصف الملعب، وبالتالي كان بعيد تماما عن المنطقه اللي ممكن يتشكل فيها خطوره على مرمى محمد الشناوي. ايه اكبر حاجه او اكتر نقطه انا شفت النادي الاهلي ما استفادش منها؟ هي الجبهه اليسرى لنادي جبهه اليمنى لنادي بيراميدز، او الجبهه اليسرى للنادي الاهلي نفسه اللي كان فيها علي معلول، وربما يكون رامي عليه شويه مجدي قفشه. طيب ايه الميزه في الجبهه دي كانت ايه بالنسبه للنادي الاهلي؟ طبعا ان ابراهيم حسن الجناح الايمن نادي بيراميدز كان التمركز بتاعه في الدفاع اكثر من سيء، سيء جدا. ابراهيم حسن على طول كان بيتوه في العوده لنص ملعبه، وكان بيقف هنا، وبالتالي هو هنا سايب احمد فتحي تماما متعري في الجبهه دي قدام اتنين لعيبه من النادي الاهلي كان دايما يروحوا عليه علي معلول، ومعاه قفشه كان بيرمي عليه، او لما كمان يزيد معاهم لاعب من خط الوسط الثلاثي، فبالتالي احمد فتحي كان في اوقات كتيره بيفشل في المواجهه دي، وابراهيم حسن كان تمركزه سيء، كان تحس كان هو تايه مش عارف يعمل الدور الدفاعي بشكل جيد او زي ما بيعمل الدور الهجوم، وبالتالي كنت اظن ان لعيبه الاهلي لازم تشوف الثغره دي وتستغلها، لانها كانت ثغره واضحه قوي 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 في دفاع نادي بيراميدز. طبعا الثغره دي زادت
اكتر واكتر في الشوط الثاني مع طرد طبعا دونجا واضطرار بيراميدز انه يلعب ب10 لعيبه بس. ابراهيم حسن برده ما قدرش ان هو يغطي الجبهه دي، بس انا كنت بشوف لعيبه النادي الاهلي بيزنقوا نفسهم في التمريرات وسط الزحمه، رغم ان انت ببساطه لو انت بتلعب قدام فريق متكتل في العمق لازم تستخدم الكرات العكسية، يعني تقعد تجمع الكرة في اليمين، فبالتالي اللعيبة دي تنجذب عندك اللي هو يبدأوا يضغطوا عليك وهوب بلمسة واحدة تروح ناقل للجبهة اليسرى على طول من لمسة واحدة. ما ينفعش احول الهجمة من ثلاث لمسات، ليه؟ هنا في مساحة انها تتقطع في نص الملعب، لكن كان الصح انك لازم تجمع اللعب هنا اهو وتنقل على طول. هنا هتلاقي ايه؟ انك على طول حطيت الجناح بتاعك في موقف واحد على واحد، او حتى لو فول باك طاير يبقى اتنين على واحد، يبقى عندك افضليه، خصوصا كمان بتلاعب فريق مطلوب منه لاعب. انا ما شفتش النادي الاهلي بيعمل الكلام ده، النادي الاهلي كان بيحاول طبعا يعمل استحواذ، وخصوصا كمان بنتكلم على الفتره اللي ما بعد الهدف الثاني، لكن المشكله الاساسيه كانت ان النادي الاهلي ما بيحاولش يلعب من الطرف للطرف بلمسه واحده، كان عايز يمرر الكوره في النص، ديانج ينزل يستلم يدي السورية، السورية ممكن يرجع لرامي ربيعة، رامي ربيعة يدي علي معلول، علي معلول يدي، فكل الوقت ده بيخلي لعيبة نادي بيراميدز حتى هم ب10 لعيبة يعملوا ايه؟ يعيدوا لو طلعنا واحد برضو هعيد التمركز بتاعي دي، لان مساحة الوقت اللي انت خدتها عشان تنقل الكورة من الجبهة دي للجبهة دي كافي جدا جدا ليا ان انا ارجع، لكن لو انت عملت الكروس باس او التمريره العكسيه من مره واحده خلاص انت هنا فاجئتني، فانا مهما كنت انا مين مش هقدر الحق سرعه الكوره لما تتنقل من الطرف للطرف الثاني. الشوط الثاني طبعا موسيماني يعني الحظ ساعده ان هو قدر انه يرجع في التعادل بعد كوره من خطا متكرر برده شفناها في ماتش الذهاب، لو تفتكروا ماتش الذهاب كان فيه برده كوره لرمضان صبحي راح فيها 2 على 1 وكان معاه جون انطوي بس هو ما مررش في الكوره دي. رمضان صبحي لما خد الهجمه المرتده بعد كوره ثابته من النادي الاهلي قدر ان هو يتقل على الكوره لغايه لما ابراهيم عادل اتحط في موقف 1 على 1 مع اليو ديانج وقدر ان هو يلعبها له قبل ما ديانج يطلع من التسلل، وبالتالي الهدف كان سليم 100% لنادي بيراميدز. ميزه النادي الاهلي انه ادرك التعادل سريعا، وبالتالي انت هنا كانك بالظبط هدف نادي بيراميدز ما جاش، والمفروض ده كان يدي دفع اكتر للنادي الاهلي، وكمان جت ضربه الجزاء علي معلول ضيعها وبالتالي الاهلي ما استفادش منها، لكن كهربا جه اداك الهدف. انا في وجهه نظري بعد هدف كهربا برده من ضربه ثابته، ودي كانت الوسيله الوحيده النادي الاهلي يقدر يجيب بيها الهدف الثاني في طبعا الدقائق الاخيره، وفي ضغط عصبي شديد قوي لعيب النادي الاهلي بتلعب مباراه بيراميدز تحت ضغط عصبي، بنشوفه فاولات انذارات كتيره في 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 عصبيه في ارض ملعب، اعتقد دي برضو اثرت في الكره الغريبه. مستحيل يعني مستحيل تقول ان يعني فريق زي النادي الاهلي ممكن يغلط الغلطه اللي شفناها، طبعا اخطاء يعني غريبه بنشوفها في كره القدم لكن ما نشوفهاش مع النادي الاهلي، ولكن طبعا ما يقع الا الشاطر وخلاص ما فيش مشكله. بس اهم حاجه ان انا وجهه نظر شخصيه لمنظومه النادي الاهلي ما يتم تجاوز هذا اللقاء سريعا عشان مباراه كايزر تشيفز، يعني ربما طبعا صراع الدوري خلاص رجع تاني والنادي الاهلي كده بالنتيجه النهارده هو خسر نقطتين بس، نقطتين يعني فرق بينه وبين نادي الزمالك خساره نقاط اللي هم لسه ما تساووش في مباريات، نادي الزمالك خسران نقطتين بس ازيد من النادي الاهلي يعني تعادل وحيد. فانا وجهه نظري يجب تاجيل الصراع في الدوري الممتاز بالنسبه لعقليه المنظومه النادي الاهلي لما بعد مباراه كايزر تشيفز. النادي الاهلي عنده مباراه يوم الاحد قدام سموحه، عنده مباراه قدام مقاولين يوم الخميس، بعديها عنده مباراه المقصه، بعد كده مباراه كايزر تشيفز يوم 17/7 في فاينل دوري الابطال وهو ده التارجت. فبالتالي يعني لزاما على النادي الاهلي ان هو يحاول يمشي طبعا على مستويين، ولكن ما ينفعش النهارده في وجهه نظري انك تدي ماتش بيراميدز او التعادل قدام بيراميدز او خطا محمد الشناوي مساحه اكبر عشان الفرقه والشك النفسي عند الفرقه ما يتهزش كتير
وفي الاخر اشوف ان النادي الاهلي هو اللي ضيع النقطتين على نفسه مش بيراميدز اللي كسب نقطه التعادل. نادي بيراميدز بصراحه النهارده ما قدمش هجوميا ما يشفع له، هو بخلاف هدف ابراهيم عادل ما فيش اي هجمات اخرى، يعني ربما حتى تسديد ابراهيم حسن كانت سهله جدا 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 ما فيهاش اي مشكله محمد الشناوي، ولكن اشوف ان النادي الاهلي هو اللي ضيع النقطتين على نفسه اكتر ما بيراميدز كسب نقطه التعادل. ده كان تحليل سريع لمباراه الاهلي وبيراميدز النهارده. طبعا اكيد الف مبروك لنادي بيراميدز نقطه التعادل، اكيد شفنا الفرحه الهستيريه في نهايه المباراه وبالتالي تؤكد ان هم فرحانين بالنقطه. هارد لك للنادي الاهلي التعادل، كان قاب قوسين او ادنى ان هو يحقق الانتصار، خلاص مفيش مشكله ده في الكوره موجود ويجب التركيز في الفتره الجايه. ليه؟ عشان الهدف الاكبر وهو مباراه كايزر تشيفز. شكرا جزيلا ليكم، كنت معاكم كريم سعيد.